LBCI، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي نستهلها بالعناوين التالية: عطلة قصرية داخل السيارات بسبب صراع المياومين والإدارة، المحكمة تنظر في ضم المتهم حسن حبيب إلى المتهمين الأربعة، وكتائب عبد الله عزام تشكك فيما نشر عن أسباب وفاة ماجد الماجد. أهلا بكم. مياومو مؤسسة كهرباء لبنان مجددا في الشارع ومجددا في اشتباك مع القوى الأمنية، وبعد قطع أوتوستراد الكارنتينا لساعات عاد المياومون وفتحوها وتوجهوا إلى مؤسسة كهرباء لبنان. إلى هنالك ننتقل مع الزميلة فتون رعد. إذن فتون، بعد ساعات من احتجاز المواطنين في سياراتهم، ما كيف يبدو المشهد لديك الآن؟ نعم ديما، نحن حاليا متواجدين بمبنى مؤسسة كهرباء لبنان بكورنيش النهر. يعني قبل شوي كان في مؤتمر صحافي للجنة العمال المياومين، وتحدثوا عن يعني أبرز النقاط يلي تم التشاور فيها خلال لقاء مع وزير العمل سليم جريساتي. المياومين كانوا صباحا يعني بلشوا اعتصامهم الساعة 8 قدام مبنى طنوس تاور بالدورة، ولكن يعني لحد هون كانت الأمور عم بتصير بشكل طبيعي. بعدين قرروا أنه يصعدوا، فيعني رئيس اللجنة لبنان مخول كان على ما يبدو، يعني حسب الرواية اللي قالوا لنا إياها، أنه عم بيحاول ينزل إطارات من سيارته تمهيدا لقطع الطريق فيها. ويلي صار أنه صار في الهيئة تلاسن مع القوى الأمنية، وقال هو أنه أحد عناصر القوى الأمنية اعتدت عليه بالضرب. هون يعني هيدا الشيء أثار غضب العمال المياومين، وراحوا لقطع أوتوستراد الدورة بداية على المسلك الشرقي ومن ثم كمان على المسلك الغربي. خلال هالفترة كان عم بيصير كتير مفاوضات واتصالات مع المعنيين، وزير داخلية اتصل فيهم أكثر من مرة، وبعدين يعني وزير العمل سليم الجريساتي صرح عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال، قالنا أنه نحن مندعيهم لتشكيل وفد وأنه يجوا لعنا لنتباحث بالموضوع. بداية كانوا رافضين هيدا الأمر تماما، ولكن بعد فترة رجعوا وشكلوا وفد واتجهوا يعني للاجتماع مع وزير العمل. هناك وزير العمل وعدهم بأنه نحن غدا رح ندعو، رح نستدعي شركة KVA المشغل يعني عند كهرباء لبنان، عند مؤسسة كهرباء لبنان، رح نستدعيها ونسألها عن مضمون هيدي المذكرات، يعني الصرف التعسفي اللي صار وطرد حوالي 62 عامل مياوم، ووعدهم بأنه الأمور تروح بالاتجاه يعني الإيجابي اللي هن بدهم إياه. كرمال هيك رجعوا فتحوا الطريق وعملوا يعني واجوا لهون على مؤسسة كهرباء لبنان. نعم. وعملوا مؤتمر صحفي. بداية رح نستمع لأبرز ما قالوا بمؤسسة كهرباء لبنان، وصباحا يعني كيف صار الإشكال بأوتوستراد الدورة. ديما، وزير العمل بكرة بيعمل اجتماعه مع الكافئة، نحن منكون على أهبة الاستعداد بالمركزية وبكل المناطق بلبنان وبكل دوائرنا، منشوف فحوى الاجتماع، بحال كان إيجابي نتصرف، وبحال كان سيء يبنى على الشيء مقتضاه. بحيي كل، بدي أعتذر من العالم اللي سببناه بأزمة سير خان اليوم، بس الفقير بهيدي البلد ما عنده أساليب كتيرة إلا الأساليب السلمية، ولقينا هيدا الأسلوب ممكن يجيب لنا نتيجة. هلأ المطلوب من معالي وزير العمل أكبر من هالقضية، صار المطلوب منه من يوم ورايح إذا بده يتدخل بقضية 62 عام المطرودين، بده يحل المشكل من جذوره ومن أساسه، بدنا نرجعه للأصل. الأصل انطرد 2000 عامل متعهد وجاب إقراء مياوم، 2000 مياوم وجاب إقراء مؤسسة كهرباء لبنان تحت أنظار الحكومة مجتمعة. بندعي الحكومة من اليوم، نحن 62، نحن بدي كرر بذنوبنا وبسواعدنا راح نردهم. هني دورهم المطلوب اليوم منهم يرجعونا لأصل المشكلة، يحلوا أصل المشكلة، هو تثبيتنا في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، وما راح نقبل بسقف أقل. نحن لبنانية ودفعنا دم وشهداء بكهرباء لبنان، عم نطالب بحقنا بالتثبيت. نحن منا أولاد لبنان مخول، منا ولد، نحن رجال بننضرب وجه بوجه مش بالعفا.
تحرك المياومين على أوتوستراد الكارنتينا أثر المواطنين في سياراتهم لساعات على الأوتوستراد الساحلي. لا يحتاج اللبناني للاعتصامات وقطع الطرقات ليعاني من زحمة السير، فالزحمة باتت طقسا يوميا، لكن مع تحرك المياومين باتت الطرقات أشبه بسجن لمن أراد أن يسلكها متجها صباحا إلى عمله. منهم من مل من النق، ومنهم من تعاطف مع المياومين على أمل أن يتعاطفوا معهم أيضا، ومنهم من صب جام غضبه على من جعله أسير سيارته لساعات عدة. أول شيء هول متظاهرين يحطون كلهم بالحبس، لأنه مسكين ديمقراطية من القلب، نهار بيسكر الطريق فهو يقدر يشتغل ووقف لي شغله لازم هو يفوت على الحبس، بطلت حرية. بعدين قل لهم بكرة أنا الساعة 12 عامل عيد بنتي، مسكر الأوتوستراد، جاي غنوة هالقد فوضى، يجوا جايب جاتو كمان. ما في حل، أنا شايف البلد كله رايح على الطمر. أنا نعملوا مظاهر ولا ما عملوا نفس الشيء يعني. للعجقة تعودنا بلبنان، يعني تعودنا على المسخر. يعني هن حرام إذا هن العينين القدرة، بس إنه شو ذنب العالم يعني؟ معليش إنه إذا واحد معه بالقلب يكون مات على الطريق هلأ. جاي مشي من أنطلياس، كان عجقة سير مو طبيعي، واقف السير يعني، صرنا ننزل من الأتوبيسات. هي زحمة سير بنكهة المياومين، زحمة سير لم يأبأ أحد ممن يسمون مسؤولين أن يتحركوا لحلها، ليكتفوا بالتمنيات. زحمة سير ستمر كما سابقاتها، ربما لأن اللبنانيين باتوا يمتلكون مناعة ضد كل الإهمال الذي يتعرضون له، بل أكثر من ذلك، حس الفكاهة لا يغيب عنهم أبداً. البلد بألف خير، يعطيك العافية. وكان وفد من المياومين اجتمع مع وزير العمل سليم جريصاتي في وزارة العمل، ودعا جريصاتي شركة كافئة إلى اجتماع يعقد صباح غد للبحث في موضوع الصرف التعسفي. وأستدعي شركة كافئة إلى الاجتماع بغدا في وزارة العمل عند 8 صباحا للوقوف على أسباب الصرف والاتخاذ الخطوات والتدابير التي يجب اتخاذها في هكذا حالة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن أدعو شركة الكافئة التي خالفت موجب التشاور وذهبت إلى فسخ جماعي فيه كل أوجه التعسف حتى إشعار آخر إلى العودة عن قرارها فورا وإعادة العمال المصروفين إلى العمل بالحالة التي كانوا عليها قبل 9 الجاري. رئيس لجنة الطاقة والأشغال النيابية النائب محمد قباني أكد من مجلس النواب أن حل موضوع المياومين لا يكون بالتدابير الأمنية، إنما بعودتهم إلى مؤسسة الكهرباء، على أن يحل الوضع جذريا بالتصديق على اقتراح القانون الذي أقر في الهيئة العامة. الحل الآن أيضا من واجب مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة أن تجد حل سريع، بمعنى أن تعيدهم كمياومين إلى مؤسسة الكهرباء، هدول اللي انشالوا عددهم 44، مفروض تعيدهم إلى المؤسسة كمياومين لحد ما يلتقى الحل الجذري الذي هو إقرار المصادق على محضر الجلسة وإقرار القانون. قبل يومين من بدء جلسات المحكمة الدولية في لاهاي، تعقد غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان في هذه الأثناء جلسة للنظر في ضم قضية المتهم حسن حبيب مرعي إلى القضية الأساس والمتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد طلب محامي الدفاع عن مرعي مهلة 2 شهر على الأقل من أجل دراسة المواد والأدلة والوثائق المقدمة من الادعاء من أجل بناء الموقف من القضية للقيام بالدفاع الأمثل عن مصالح المتهم الغائب. فريق الادعاء بدور رأى أن فريق الدفاع لا يحتاج إلى هذه المهلة لبناء موقف من مسألة ضم القضية المحددة شروطها في قواعد الإجراءات والإثباتات. وتشاهدون بعد هذا الفاصل. شربل يبحث في عين التين آخر معطيات الحكومة. أهلا
أهلا بكم من جديد. كتائب عبد الله عزام تصدر بيانا يتناول سيرة أميرها المتوفي ماجد الماجد، مؤكدة أنه كان في غيبوبة حين أسر، وغلب في حزب الله إيران حقد المجوس أنات الفرس فأزالوا عنه الأجهزة الطبية التي تجعله يتنفس حسب تعبيرهم. أخيرا خرجت كتائب عبد الله العزام عن صمتها في شأن وفاة أميرها ماجد الماجد. بيان مسهب أصدرته الكتائب تعترف خلاله أن ماجد الماجد أشرف إشرافا مباشرا على الإعداد لما أسمته غزوة السفارة الإيرانية وتنفيذها وإعداد ما تعلق بها من أمور إعلامية، فكانت الغزوة بحسب البيان التي أهانت إيران وحزبها وأسعدت الملايين من أهل السنة في لبنان وخارجه. بعد هذا الهجوم يتابع بيان كتائب عبد الله العزام أن المرض اشتد على الماجد، فبدأ تنقله بين مستشفيات لبنان منذ 4/12/2013 إلى أن اعتقل بتاريخ 27/12/2013، وهو ما ينفي بحسب البيان الأنباء التي تحدثت عن أن اشتباك الأول مع الجيش كان لتهريب الماجد من صيدة. يكشف البيان أن الماجد كان في غيبوبة منذ لحظة أسره، متهما حزب الله بقتله عبر إزالة أجهزة التنفس عنه. ويضيف البيان سيستمر مشروع الماجد في ضرب إيران وحزبها واستهداف اليهود المعتدين والدفاع عن أهل السنة والمستضعفين من كل ملة. وانتقدت كتائب عبد الله العزام إيران والسعودية على السواء حين ذكرت أن أعداء الماجد الذين فجر سفارتهم يتهمونه بالعمالة لأعدائه الذين طاردوه وأخرجوه من بلاده ثم ضيقوا حتى في الصلاة عليه. في معلومات خاصة بالLBCI تسلمت النيابة العامة العسكرية من الأمن العام موقوفا فلسطينيا هو ياء ميم على علاقة بمنفذي تفجيري السفارة الإيرانية. المعلومات تشير كذلك إلى علاقة الموقوف بأحمد الأسير. سجل اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام استغرق الاتصال ساعة، وشدد الطرفان على وحدة 14 أذار خصوصا في الموضوع الحكومي. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الدفاع فايز غصن للتطورات السياسية والحكومية الراهنة، كما تم البحث في الاتصالات والمشاورات الجارية بين وزارتي الدفاع اللبنانية والفرنسية في شأن الهبة السعودية لتسليح الجيش وتجهيزه. واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الأمني وعلى الحاجات الأساسية والضرورية للجيش. كذلك اطلع من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على مسار الاتصالات حيال بعض الملفات التي يتابعها، إضافة إلى الخطوات لضبط المعابر والمرافق الحدودية. وتناول رئيس الجمهورية مع حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الوضعين النقدي والمصرفي، بحيث طمأن الحاكم إلى سلامة الوضع. الأوضاع الأمنية والحكومية حضرت في لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية مروان شربل، الذي لفت بعد اللقاء إلى أنه لمس من بري اللاعراقيل حتى الآن في الملف الحكومي. فهمت من دولة الرئيس أنه كل شيء ماشي على بطريقة جيدة وطبيعي، يعني ما في لحد هلأ أي عرقلات، وإن شاء الله منوصل لتأليف حكومي تقدر تخلص هالبلد من هالمشكلة الأمنية اللي نحنا عم نمرق فيها واللي بدنا نمرق فيه كمان، تمرق على خير وسلام. عشية انطلاق أعمال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المنظمات غير الحكومية وعدت بدفع 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري قبل انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في الكويت. ويهدف مؤتمر المانحين إلى مساعدة الأمم المتحدة في جمع 6.5 مليار دولار لسوريا والدول المجاورة في 2014. في الشأن العراقي، يجري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كردستان العراق محادثات حول النزاع في سوريا، وذلك غدا زيارة لبغداد دعا في خلالها قادة العراق إلى معالجة أسباب العنف من جذورها. وتزامنت زيارة بان كي مون مع مقتل 25 شخصا على الأقل في العاصمة العراقية في سلسلة من التفجيرات. وتتابعون معنا بعد قليل. الاستفتاء على الدستور في مصر يفتتح بعبوة. أهلا
أهلا بكم من جديد. في أخبارنا الإقليمية والدولية، يدلي مئات الآلاف من المصريين بأصواتهم في استفتاء على تعديل الدستور، تعديل من شأنه في حال تبريره تعزيز فرص ترشح قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. على وقع انفجار عبوة بدائية الصنع أمام محكمة في منطقة الجيزة غربي القاهرة من دون أن تسفر عن وقوع إصابات، انطلق النهار الاستفتائي المصري، وبدأ الناخبون بالإدلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية أعطت الجيش صلاحيات أوسع. في أول تصويت عام يجري منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي قبل نحو 6 أشهر، استفتاء قد يؤدي إلى ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. والله مواد كويسة ولصالح المرأة ولصالح الطفل، ويكفي كمان ان لصالح الناس المهمشة. انا عندي ولد ذو احتياجات خاصة كانوا ما اعرفش اعمل له اي حاجة. انا جاي مخصوص عشان قانون مصر وعشان الجماعة الخونة الاخوان الارهابيين تكسر شوكتهم شوية. ان شاء الله يوم عرس جميل النهاردة، وطبعا هنقول نعم على أساس العجلة تمشي بقى وبزيادة بقى عطلة. نريد تأمينا كاملا للاستفتاء، عبارة رددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي متحدثا إلى الجنود حين قام بتفقد أحد مكاتب الاقتراع. كما أدلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته داعيا المصريين إلى المشاركة، ومضيفا أنه لابد أن يثبت الشعب للإرهاب الأسود أنه لا يخشى شيئا. أما رئيس الوزراء حازم الببلاوي فتوقع أن يقبل المصريون بقوة على المشاركة ليؤكدوا أن ثورتهم تسير على الطريق الصحيح، وأن المصريين يقبلوا بكل قوة عشان يعبروا عن رأيهم وعن تأكيدهم أن ثورة 25 يناير و30 يونيو اليوم هو يوم مولد النتائج الأولى لهذه الثورة، وضع دستور للبلاد إن شاء الله. وفيما كان الناخبون يصطفون في طوابير طويلة في عدة مناطق في مصر وسط إجراءات أمنية مشددة، وقعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان والشرطة في بلدة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حيث أشعل المحتجون النيران في سيارات شرطة. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة الزميلة ليال حداد نخلي التي تواكب عملية الاستفتاء على تعديل الدستور. ليال يعطيك العافية، وكيف تبدو الأجواء في منتصف اليوم الأول من الاستفتاء؟ هل نحن باتجاه التصويت للسيسي أو يعني طبعا لتعديل الدستور؟ نعم. أول شيء يعافيك ديما، المشهد يعني نحن موجودين بالقاهرة طبعا، هي الاستفتاء على الدستور اليوم وغدا بكل المحافظات المصرية بوقت واحد عكس الاستفتاء الماضي اللي كان مقسم على مرحلتين. المشهد أكيد يكون واحدا بكل مراكز الاقتراع اللي جلنا عليها، يعني كل الأشخاص سيفوتون بينا على الدستور اللي هو برأيه الأمر تمهيدي ومبايعة للفريق الأول عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية المصرية. إذا المشهد موحد في مختلف مراكز الاقتراع. جربنا نلاقي أشخاص سيصوتون بلا على الدستور، ولكن كانوا شبه غائبين عن مراكز الاقتراع بظل المقاطعة الشاملة لمناصري الإخوان المسلمين. إذا الإخوان المسلمين مقاطعين، وكل الأشخاص اللي قبلهم يصوتون بنعم على الدستور، حتى بعض الأشخاص مش قارين الدستور ولكن برأيهم أن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي دعاهم حتى يستفتوا بنعم، فبالتالي هم سوف يصوتون بنعم على الدستور المصري. إذا حتى الساعة يعني منتصف اليوم الأول من الاستفتاء المشهد أكيد يكون موحد. نعم، إذا يعني ليالنا يبدو كاننا نتجه إلى يعني الخطوة الأولى نحو ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسي نحو الرئاسة المصرية. شكرا لك الزميلة ليال حداد نخلي على هذه المعلومات. في أوج فضيحة الفساد التي تشهدها تركيا، أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل والهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط. وقال أردوغان غداة محادثات مع الرئيس التركي عبدالله جول حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة، إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة فسنتخلى عن اقتراحنا.
غرق أكثر من 200 مدني بينهم عدد كبير من النساء والأطفال نتيجة غرق السفينة التي كانت تقلهم في مياه نهر النيل الأبيض. متحدث باسم الجيش السوداني أوضح أن الحادث ناجم عن أن السفينة كانت محملة بأكثر من طاقتها نظرا للعدد الكبير من الهاربين من المعارك التي استؤنفت في ماراكال عاصمة ولاية أعالي النيل. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.